صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شنو تارجتنا اليوم؟ ان شاء الله شنعده. والخطه لفاح لمتى؟ لفاح الى العصر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا فالنا الصيد الزين. يلا يلا حياك حياك. دعواتكم دعواتكم لنا يا شباب. باذن الله. وليته بعيون عدوينك ان شاء الله. ترى هاي لفتنا بس انت اعطيتها تربيتي هذه هذه هاي الهاك هاك يا حاج. الله يعطيك الصحه العافيه. بس 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 ووو ملك الاكشن. المهم انت وهقت رفيجك الحين. الله يعطيك الصحه العافيه. اليوم ان شاء الله تارجت الكينج فيش او جنعد. ما يمنع شويه كوين فيش بحلاح. واذا في بريمبل نعطيها بريمبو عدل بريمبو ها المهم دعواتكم لنا اليوم. البحر فساده، التيارات المائيه فساد، يعني ما في تيار قوي، وكذلك الثبر راح يكون او الجزر راح يكون كبير، فهذا جدا راح ياثر على عمليه الصيد. وان شاء الله ان شاء الله يا رب ان نتوفق بمكان تكون في الاسمكة عبارة عن اكواريوم، يعني حتى لو تقط نعل تصيد ان شاء الله يا رب. تحية للجميع جماعة. شوفوا مزيزي، شوف شحت له البونتون بنسل. شوفوا تحته يسبح. ها ها؟ لا 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 يلحف تكفى. احلاح
مزعجه على البونتون 110. يلا خلصي خلصي الطاقه كلها بعدين عشان اضرب. يمين ايه يمين ترى انا اتعمد ما اجيب شلابتين والسوالف هذه عشان اعطيك فتشة تصيد. هذا الجو الحين هذا اخوان هني محمد نواف فضلي ما شاء الله تبارك الله. نعم نعم محمد هلا طالع هلا الله يعطيك العافية يعافيك ملك اللفاح هذا اخوي نواف الله يعطيك العافية الله يعافيك يا بدراس الله تبارك الله كثر الله خيرك يا نواف الفضلي جزاك الله خير هالعشاء طيب يا جماعة برد شو هذا محمد يلمع يلمع هذا نواف الله يعطيك العافية ما شاء الله تبارك بدون الله بدون دقوس تكفى شوف تكفى شوف حكوكة دياي حشو دقوس معبوش تبي تبي مدلع ربعة أقوى شيء يا جماعة برد هالبحر وبرد ها واو الله يعطيكم العافية ومتابعيني سهمكم العافية الله شوفوا شوفوا المريخ توي قاعد شوف ماك شيء بيني ولا شيء توجي ما غسلت طعم مودينا نلفح استغفر الله تكفى شوف اعلى والله ما غسلت وجهي قاعد اقول له مره اي شيء خل اخذ شيء حار يا معود ماني قادر اتكلم من البرد شوف شوف يلا نمشي شوف من الضباب شوف مريخ ها مخيخ هذا مخيخ هذا انت حمدان جريس الحين بضب صباح الورد شوف الجو ضباب هم شباب كاشتين هم تحت الجسر الحين انا محمد عندنا مهمة مستحيلة سمعنا ان في امس شباب هني مبين عليهم اسمك بهالمكان وجايين نلفح عدل بالنور عدل صعب محمد عاد كلمة حق متابعيني صبح عليهم صبحكم الله بالخير تابع ابو صالح عسى الله يوفقنا دعواتكم دعواتكم لنا امس للاسف كان يعني الوضع ما كان مثل ما احنا متوقعينه يعني مع ان الجو كان ممتاز لكن سبحان الله الصيد ارزاق احنا ما صدنا شيء وان شاء الله اليوم يبين علينا شيء لا تنسون لايك سبسكرايب وشير وشوفوا الصعبة شوف شوف تكفى شوف شوف HPA شنو HPA بعدين اقول لكم شنو طبعا انا الحين استخدم بلاجيك الربر هاند ميد مغامرة مغامرة يلا 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 دقيقة ونص أنا ترى من عندي ها
اقول لك شغف. شوف يلفح وانا الفح السياره مغرزه. لازلنا مغرزين، حاولت اني الفح ما في شيء، ما صدنا شيء، ما في ولا شيء، سبحان الله شيء غريب. لكن في اكتشافات حق مشاريع جديده ان شاء الله الحلقات الجايه. وانا اعتذر منكم ان انا ما قدرت اصيد، بس عشان تكونون على قناعه بشيء واحد، انه مو كل طلعه تصيد، والرازق الله سبحانه وتعالى مهما كنت محترف، مهما كنت تملك من ادوات. لذلك خلينا نشوف هذيل الشباب قايمين عندهم قلص، ان شاء الله يا رب يوافق. السلام عليكم، صبحك الله بالخير. ازعجناكم كنا، يعدناكم النوم. الله يحفظك. مغرزين عندك قلص؟ ما عندكم؟ ثلاثتكم؟ مشكلة، الله يعطيك العافية، مشكور. ها؟ حامل كندري؟ للأسف ما عندهم قلص. شو راح اسوي؟ حمل المسكين تعومس يعني، كنا طالعين لكن سبحان الله الارض جدا كانت رطبه وتوايره بعد مشي الحال. الله يعطيكم العافيه. يلا ما عليه ما عليه، سامحونا. القادم اجمل ان شاء الله، القادم اجمل. لا زال المشروع قادم، قادم قائم، لا زال المشروع قائم. هذا محمد مسكين قاعد يحفر. جماعة يعني بس بقول لكم شغلة، لا حد يزعل مني شباب، خاصة الاخوان المشتركين الجدد اللي ما يعرفون شنو قوانين القناة. اول قانون، لا تسأل عن المكان لو سمحت. صدقني اي مكان بالبحر اذا الله رازقك راح تصيد. استوعب هالنقطة. شوف ترى احنا فرينا تقريبا ما يقارب 30 سيف، 30 شاطئ، من مكان لمكان ما صدنا شيء. جميع التجهيزات، جميع الادوات، جميع كل شيء عندنا، لكن ما صدنا شيء. لذلك ارجوك لا تسأل عن المكان، اطلع الفح جرب لغاية ما تصيد. نظرية ان فلان عنده مكان خاص يصيد فيه هذا كلام فاضي سابقا. هذا الحين يعني حتى الصيد كميته قليلة، فلما تطلع تصيد اذا الله رازقك بتصيد، اذا الله مو رازقك لو تجري جري الوحوش ما راح تصيد. مع صديقي ابو سليمان، محاولة طيبة، شكرا على المحاولة. تجرب الحين موتر ثاني. طبعا انا ما ادري شلون اقلب الكاميرا، لكن ايه هني لا ما ادري. هناك سليمان الله يعطيك العافية، يقول لي كيف اربعة توديني تشتير. طبعا عندهم ميزة، تعبت وانا دز السيارة، تعبت وانا دز السيارة لغاية ما طلعتها، تشوفوا من وين هناك لغاية هني. ما نلفح؟ لا. ما نصيد؟ لا. ما نطلع؟ لا. غير سالفة؟ بعد. طبعا بدال ما نشرح لكم عن اللفاح وهذا، نشرح لكم التكنيك السريع شلون تبدل البنشر. اول شيء هني محمد يحط هذا بالهذا يركبه، بعدين يرفع، ارفع مو تنزل. وانا بطلت البراغي بعدين عشان نقدر ننزلهم بسرعة. هذا أخوكم محمد هني. نظري شوف شورتك وزايد الله.
تعرفه. ايوه الله يعطيكم العافيه يا شباب. طبعا هذا البلاجيك الهاند ميد، اول تشويحه لنا بعد المسخره اللي صارت طول اليوم. طبعا نحاول نغير من مكان لمكان ندور السمك، لكن ما ظنيت اليوم ما في شيء يا جماعه، ما شفنا شيء، وهالشيء غريب ويصير مره بالشهر يعني. صادف انه في هالويكند يعني، لا حول ولا قوه، احنا ما لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا يعني هالشيء ما نتدخل فيه، هذه اراده سماوية. هذا اخوكم محمد الكندري قاعد يلفح، ما اشوف فيه سمكه يعني، اشوف نيسر صغار، فسكر، مزيزيه صغار، ما حتى يعني سمكه ما راح تتجرع عليها على الميرور، الميرور اكبر منها. فان شاء الله نروح الحين قدام ندش في الغزر ويبين علينا شيء. دعواتكم. اغرب المايات تاريخ، ولا شيء، سبحان الله، ولا شيء. اتوقع لا شطب بطنها ولا ضلعه. ما انت ابوياك يزه يزه يزه، ساعدني اركض عوده، حرام تروح حمود، اركض تكفى، قاعد تحك بالصخر ترى، واللي وياي 15 باوند ماكو شيء. مبطنها تبيها؟ هاك لحظة بطل لي الجيك، خلنا الفح، انا ما بيها. شو بطلت الجيك هناك الشارتين؟ بتعيد حركتك؟ ما شاء الله الراس اللي وياها. اوه 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 لوك. وخر عني وخر عني، راحت صور، رايحة بحر. انا جاي فوقك جاي فوقك، شوف 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 خيطي خيطي تحتك، ها ولا فوقك فوقك حمود. سبيطي ها، شوف قدامك. ما شاء الله ضلعه، هاي الحلاحه صغيره بس من الذيل. شوف حمود جينا هذا، لك 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 لك
انت بطل ميرورك. كاميرا شوف 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 ها انا صايد شوف 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 هذا كله صيدي شوف هذا كله صيدي صالح كفو كله انا اللي صايده. اوه محمد اول سمكه ما شاء الله ما شاء الله شوف كل الشباب صايدين دار على السمك ما شاء الله ما شاء الله يعطيكم العافيه. انا خلاص صفطت عدتي نواف قص لي دري وهذا نواف ما شاء الله صايد شوف 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 الصيد شوفوا ما شاء الله وهذا يصور صعب. لحظة قرب 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 اطلع قرب راوني يدينك لا لا اقضب التليفون نفسه هو شنو هذا اقضب التليفون نفسه هو شوف شوف يدينه يا جماعة مجرم قسم بالله جزار قاعد اصور انت ليش يعني عاش نواف نسيناك الله شوفوا هذا محمد شوفوا الصيد مجزرة هذا صيدني انا ويا ابو صالح هو بس شايل بالسيارة صراحة محمد بدع اليوم وهو يعني ناخذانا ومدربنا بس ما صار شيء للأسف عرفته يعني بعد البنشر والهالمسخرة والتغريزة اليوم الحمد لله رب العالمين الله كافأنا الله اسكت قاعد أصور الله كافأنا بهالصيد الطيب يلا لك الحمد احنا ما نمانع نوع السمك ما يفرق اهم شيء الاكشن واللياقة والخير بقبال إن شاء الله لا تنسون شير لايك سبسكرايب تحية لكم متابعيني وين ما كنتم من جميع أنحاء الدول العربية بصالح شاري العبدلي محمد الكندري نواف الفضلي الله يعطيكم العافية شباب مشكورين على الطلعة الحلوة حياك تعك اليوم يلا أشوفكم على خير تبارك الله تبارك الله هذا محمد ويا المعجبين قاعد يصورونه علمني لاني مقيد ولا مفكوك علمني قاعد يصورون المعجبين طبعا ما شاء الله هاي قاعد يصورونه محمد المعجبين لا ويت ويت افا ليش ما يسوي فوتو والله العظيم I said for him, all people know me. And for علمني علمني يا محمد شلون صدت يا محمد لا تخلي لاني مقيد ولا ها مفكوك علمني والله واحدة متبطلة يمكن طايحين هناك والله متبطلة ايش فيك هذه الحين بحط لك موسيقى فايكنج عرفت مالت فاغنر اي مالت فاغنر لا لا مالت فاغنر هذا كله دم بعد المعركه عرفت ايه والله تعب صدق ترى يا جماعه هالكان طبعا لا تفكرون ان احنا محلين نشيل الحاله طالع شوف انا عدتها فيها يمكن 500 جيك تقريبا 10 كيلو 35 كيلو فيها يعطيكم العافيه شباب مساكم الله بالخير خلصت رحلتنا اسفين على التقصير هذه الاحداث الطبيعيه التصوير طبيعي بدون تصنع والاحداث هذه ممكن تصير لاي شخص فيكم لذلك لا تطلع بروحك الحمد لله رب العالمين نهايه الطلعه توفقنا بصيد واستانسنا واستمتعنا مثل ما راح تشوفون ولو ان كاميرا الجوبرو طفت اول ما وصلت المكان لكن حاولنا نصور بالتليفون الحمد لله رب العالمين حاليا توكل على الله